لسه ما كلمناش في الورق، يعني هو كل ده لسه ما جاسم بقى ما جاش تاني، وما كلمناش في تفاصيل الورق مع جاسم، يعني عليها المفروض هنتكلم مع جاسم. هو مفيش ورق. جاسم مين؟ اللي هو محمد بن جاسم. أو معرفش، مش عارف هو محمد بن جاسم ولا جاسم بن حمد، وزير خارجية القطر السابق ورئيس مجلس إدارة الجزيرة. بعد كده هوبت علاء قاعد معاه مع جاسم دوت ولا حمد، وقدم له واحد، قدم له علاء، قال له مش الدكتور علاء سمناه، احنا عارفين انت انسان كويس وبتاع، قال يعني علاء قال لي لا مش جاسم، قدمه لضابط مخابرات. خسر. تمام. فشي جاسم قايل لعلاء قال له والله ايش يعني احنا محتاجين الورق باي شكل، مدينا يعني ابعت لك يعني 50,000 دولار. ماشي نفسك يعني، كل شويه ينزلوا في الاقامه وقاعد شيراتون الضحى، مش قاعد انا كان بيكلمني شيراتون الضحى، الكلام ده كان قعدنا شهر شهر ونص، ودي كانت الحاجات اللي انا مستغربها. انت يعني ازاي بتتكلم فلوس من ليه وانت بتدفع لك حوالي 2000 دولار في اليوم؟ فراح علاء لانه كان علاء بيقول لي لا انا مش عاجبني المبلغ ده، بقول له لا اي مبلغ مش عاجبك اخلص يعني. اشوف انا بقول لك في البدايه هبيع يعني الدور خلاص بيع يعني. تمام. بس هندبر بقى فكره انه يعني نتفق معاه، ندبر بقى فكره كيلاني، ندبر عن طريق السودان، نشوف حل فكره السفر يعني. الموقف النهائي في الموضوع ده ان علاء اتفق من خلال المدير بتاعه مع الشيخ حمد بن جاسم مش كده؟ على ان الورق ده كله يجي نظير مبلغ مقدم عشان تمشوا بيه نفسكم 50,000 جنيه، وصلت منهم 10,000 دولار وعلاء 10,000 دولار. انت ما اديتش حاجه ل كيلاني. لما جيت خدت الشنطه من كيلاني عشان علاء يصور الورق اللي فيها ويحطه على فلاشه ويروح بيها يعرضها على الشيخ حمد بن جاسم عشان يقيم الورق ده، مش كده؟ ايوه بس عشان يعرض عشان يعرض شغله على الشيخ حمد، مش كده؟ ايوه. يعني الورق ده كان رايح للشيخ حمد. ايوه. مفيش ورقه بتخش الجزيره يعني شغل السودان دي الا بواسطه الشيخ حمد. ده انا عرفته من علاء.